عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل حر الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى ناقلها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وأقر بالميزان أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي وكذا التقي إلى الجنان فيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اتبعت فما عليك معول